يعني تو اليوم لما انت تحكي في بوزنيقة تدرس على تقسيم المناصب السيادية، ومجموعة في مونترو في 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 سويسرا يتحدثون عن تقاسم السلطة وعن تقاسم المجلس الرئاسي والحكومة وعن مستقبل الحكومة وصلاحيتها. حقيقة المرحلة الجاية هي مرحلة تقسيم مناصب وفق جغرافيا الأقاليم الثلاثة. وعلى فكرة يا أحمد يجب أن يعلم الليبيين أن ليس هناك أي تشريع ليبي يفيد بأن ليبيا مقسمة إلى ثلاث أقاليم. بمعنى أدق وأكثر تفصيل، اللي قاعد يصير الآن ويتم التكريس ليه سواء من رئاسة البرلمان أو من مجلس الأعلى للدولة أو من البعثة المتحدة هو تكريس لسابقة خطيرة جدا، وهي تقسيم المناصب السيادية في ليبيا إلى ثلاث مناطق جغرافية. المحاصصة المناطقية والمحاصصة الجغرافية قد تؤزم الأمور في ليبيا، وقد تكون لبنة لمشروع تفتيت الدولة ووحدتها الوطنية.